مهريسه بسبوسه او نموره، كل واحده تختلف. الفكره فيها انها بتبقى معموله من دقيق السميد. العجينه بتتعمل من دقيق السميد، بيكون دقيق اللي هو دقيق الفرخه اللي هو الدقيق الناعم، وبتختلف وبتتفاوت. ومعظم الناس ومعظم المكالمات بتجيلنا يا اما بتقول انها ناشفه والشربات بينزل، يا اما بتقول انها طريه وعايزينها ناشفه. في الحالتين هنوريكم ايه اللي مطلوب. هنحط هنا المكونات الجافه كلها مع بعض. جوز الهند تملي بقول ان هو اختياري لما بضيفه، وبيتحط لها شويه من بيكنج باودر، ده برضو اختياري مش شرط، بس بيخليها تنفش وتبقى هشه شويه. المكونات اللي هي بتبقى الجافه ديت مع الحليب البودره والسمنه اللي بنستعملها، احنا عملناها قبل كده اكتر من مره وكنا بنستعمل معاها الزبادي، فدي حاجه من الحاجات اللي انت ممكن تستعملوها لو عايزينها تكون طريه. اما ان انا لو هستعملها بالطريقه ديت، بحط هنا هو شويه اللي هو الدقيق او المكونات الجافه، وبنحط معاها السمنه، وبتكون سمنه سايحه، بنسيح السمنه ونحطها، مش لازم تكون سخنه. ودي بستعمل معاها كمان ميه، والميه طالما ما فيهاش خميره مش محتاج ان انا احط لها خميره، او مش محتاج ان الميه تكون دافيه. نضيف هنا الميه تدريجيا. في حاله استعمال الزبادي انا مش هستعمل نفس الكميه ديت من السمنه، وهستعمل الميه بالتدريجي نهوت، وممكن احط عليها شويه من القطر او الشربات، احطه معاها جوه كده. دوت هيكون جزء من الخلطه بس مش هيغني عن السكر. والسكر بستعمله مرتين، بحط هنا سكر جوه الخلطه اللي هي في العجينه نفسها، وبستعمل سكر تاني اللي هو القطر اللي لما بتطلع. ودي اهم مرحله واهم نقطه في عمل النموره او البسبوسه. حط هنا بقيه السكر، واتاكد ان انا حطيت كل السائل هنا، كل الميه عندي خلاص. ومش محتاجه طبعا تتعجن لمده طويله لانها كلها تقريبا كميات سهله انها تتداخل في بعضها. لكن الطريقه اللي انا هطبخها بيها او هحطها بيها في الصينيه، يفضل ان انا استعمل شويه من الطحينه. نجيب شويه طحينه وبعدين بدهن الصينيه بالطحينه. مش محتاج ان انا احط سمنه، وليه السبب ان احنا بنحط طحينه مع البسبوسه ما بنحطهاش مع الكيكه؟ ان البسبوسه بتكون معموله او العجينه نفسها معموله من عجينه بتكون زي مرمله، يعني العجينه نفسها بتبقى مرمله بالطريقه دي. فلو حطيت دقيق وعليه او زبده وعليهم شويه من الدقيق هتتشربها، بتكون لسه طريه فدي هتتشربها. فاللي بحتاج ان انا احطها حاجه تكون سائل، والسائل بيكون طحينه. حط شويه طحينه هنا في الصينيه، حط كل واحده فيهم شويه طحينه، وبعدين بناخدها وندهن بقيه الصينيه بالطحينه. حط كده ومن الجناب كمان. تملي من نراعي ان احنا نحط طحينه في الجناب، او نحط لما نيجي ندهنها بزبده ومعاهم شويه من الدقيق، بحط هنا في الجناب. والسبب ان انا بننسى ساعات الجناب، الحاجه ما بتقدرش تعلى او ترتفع، يعني بتيجي على الجناب وتبتدي تمسك وتترفع من النص، وخصوصا في الكيك تتمسك في النص وما تتوزعش على كل جزء موجود في الصينيه. بعد ما بنحط هنا الطحينه، بتاكد ان كلها ديت هنا متغطيه، نبتدي نحط العجينه. نحط شويه هنا في الصينيه، وبعدين بحطها في الفرن، في قلب الثلاجه، يعني بعملها واحطها في الثلاجه، يعني ما بدخلهاش الفرن مباشره. احطها بالطريقه ديت، نفردها كده، وبتكون يا دوبك الارتفاع بتاعها حوالي 2 سم. في بيكنج باودر فيها هيرفعها شويه. وبختار انا عايز اقدمها ازاي، ممكن اعملها بمكسرات، او ممكن اعملها واحط عليها اللي هو